نحكم الناس بالقضاء على الذين أوصلنا للهوية. كل الناس مرتدين، كل الناس ارتدت حقنا لدي ما أتعبنا. العالم كله يصرخ بوجهه ويفكر بالعراق إلا هو. وهذه النتيجة، نتم أرواحكم ولا أرواح أطفالكم ونساءكم. ضربوه الضربة القاضية وخلصوا العراق والبشرية منا ومن أعوانه. أكتب إليك من غربتي الإجبارية والقصيرة بإذن الله. أكتب إليك لأن رسالتي تسمح باختراق ذاك الجدار العازل الذي بناه صدام بينك وبين أبناء قومك في دولة الكويت. جدار العزلة اللي فرضها عليك نفس الطاغوت اللي فرض علي الغربة اللي بتصبح قريبة لوطني إن شاء الله.